الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أيها السيدات والسادة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أتوجه بجزيل الشكر إلى السيدة الأولى الحاضرة معنا الدكتورة مريم الداف، ومن خلالها إلى السيد رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ غزوان. وأشكر الوزراء والنواب والسيد الوالي، وأخص بالشكر محامي الكريم إبراهيم اللبتي، وأدعوه أن يشاركني هذه الفرحة. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى الوزراء والنواب والسفراء وقادة الرأي والفكر والحاضرين معنا الليلة، وأخص بالذكر صديقي أخي العزيز كيفن ماكدونالد وفريقه. واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر للبطل الحقيقي، وهو الشعب الموريتاني. وإلى الذين أخطأوا في حقي أقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم ويرحم الراحمين. تمنيت أن تكون والدتي بيننا، فنسأل لها الرحمة والغفران. اللهم ارحمها واغفر لها واعف عنها وعافها. وأنا أتشرف بتعييني أبا روحيا للجناح الموريتاني في دبي 2020، اكسبو دبي 2020. دعونا، هذا يعني حدث عظيم، يعني جميع دول العالم تقريبا مشتركة فيه، وننتظر أن يزوره 25 مليون. فأنا يعني أرجو من السيدة الأولى الدكتورة مريم الداه والسيدة الوزيرة أن تسمح حالي بأن أعلن رسميا افتتاح جناح موريتانيا في دبي 2020، اكسبو دبي 2020. أنا أقول لكل الذين شاركوا في هذا العمل الجبار: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وشكرا.